سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس، بخير، هانيه. اليوم غتشوفوا معايا واحد لاصالات على هذا الشكل. كنحتاجوا ليها واحد جبانيه بحال هكاك ديال الروز. هذا روز كلاسي، كنسلقوه بشويه الملحه، خيزو بحال هكا محكوك، واحد جوج خيزوات. هي المقادير غادي يبقى على حسب على حسب الاشخاص. عندنا هنايا شويه ديال اللوبيا حتى هي مسلوقه في الملحه، الباربا، بطاطا، مطيشه قطعتها انا على هذا الشكل، وعندنا واحد الحك ديال الطون، حك ديال الذره مايس، وعندنا واحد جوج بيضات للتزيين. وكنحتاجو المايونيز. انا وجدتو في الدار، اللي كيعرف يوجدو راه تيوجدو في الدار، اللي ما كيعرفش راه يشريه. هذا هو المايونيز اللي صاوبت، كنخليه شويه مطلوق على ود مع الرز. يلاه كيجي مزيان، ما كنعقدوش بزاف. كناخذ الرز ديالنا من بعد ما كنسقطروه وكيبرد بطبيعه الحال. كناخذ شويه ديال الطون، ونخليو شويه للتزيين من الفوق. كناخذ الذره ديالنا، كنحركو هادشي مزيان، نزيدو عليه واحد شويه ديال البزار، هو راه ديجا فيه الملح لان انا سلقتو بالملح. كنحركو مزيان، دا خاصنا مايونيز، راه كنزيدو. غنديرو في هاد الجبانيه باش نديرو في الطبق ديال التقديم. كما قلت لكم فانا كنديرو هنايا في هاد الجبانيه. كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره يشاركوا معنا في القناه ويفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم اي جديد كنلوحو يبقى يوصلهم الله. هذا كنضغطوا عليها بحال هكا مزيان باش تاخذ الشكل ديال هاد الجبانيه. كما قلت لكم انا قلبتها جا على هاد الشكل، ونكملو لاصالات ديالنا. كناخدو الباربا، نزيدو عليها شويه ديال الزيت، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، ونحركو هادشي مزيان. كاين اللي كيزيد شويه ديال الخل، انا ما كنديرش فيها الخل. غنخلطوا هادشي، خلطوا هادشي مزيان. الملحه فحنا راه ديجا دايرينها، ما نحتاجوش نعاودوها. البربره وقتها هذا وصحيه. كنحطوها هنايا، وكما
كنقول لكم دائما الواحد راه كيزوقها بالطريقه اللي كتبان ليه. دابا ناخذ البطاطا ديالنا حتى هي نزيدو لها شويه ديال الابزار. شوية المايونيز خلطوها مزيان. ونزيدوها في طبق التقديم. غنبقاو نقادو على هاد الشكل. هي كتكون صحية وفيها جميع الخضار. وقتها دابايا كناخذوا الجزر ديالنا هذه فايزه تكون ديال جوج الاشخاص. اللي بغى يقدم يعني جوج مادر راه غيضاعف المقادير اللي قلت ليه. من بعد كناخذوا اللوبيا ديالنا نشعلوا على البوطه كنزيدوا على شويه ديال زيت العود. نزيدو عليها شويه ديال البزار شويه ديال الربيع مكتروش. انا راه عندي الربيع ديجا مقطع مشته لكن الزبده كي اللي كيبغي بالزبده بحال الزبده بحال الزبده يعني بجوج كيعطيو نفس النتيجه. خلطوا هادشي مزيان والملح راه بطبيعة الحال راه حنايا قلنا لنا سلقنا هاد الملح ما نحتاجوش. غنخليوها طيح مزيان شويه ونزيدوها على الطبق ديالنا بين ما صوت علينا اللوبيا. نزيدو هاد الطماطم اللي قطعنا نزيدوها هكا في الجناب. ولكن هذوك الطوماط سوريز حتى هي راه كتجي مزيانه وكتجي زوينه.
من بعد ما كنصوطيو اللوبيا ديالنا نخليوها واحد شويه تبرد ونزيدو حتى هي نزيدوها هنايا في الطبق. من بعد فانا عندي واحد الطريفات ديال الفرماج حمر كنلوحهم بهذا الشكل من الفوق كنزيدو البيض حتى هو كنقطعوه قطعوه لاربعة نزوقو بيه تا هويا كنزيدو داك الطون اللي خلينا في الاخر في الاول يا ربي كنتمنى انها تعجبكم هذه الطريقه ديالي وطريقه التقديم ديالي هاد المايس تاو نزيدو هكا من الفوق تراه العين كتاكل قبل منا هاد الالوان بحال هكا راه كيفتحوا لواحد الشهيه انه ياكل اي طبق وكتبقى هاد النوع ديال لي سلطات كيبقاو صحيين وفيهم بزاف ديال الفوائد وليداتنا بطبيعة الحال مايونيز راه حنا كنزيدوه من الفوق هكا يا خطيطات انا كندير ليها الطريقه بالفرشيط كيجي بهذا الشكل كنرافقوه بالمايونيز ضروري شويه في طبيسلات هذا كيبقى على حسب التزيين من بعد من كنساليو في الطبق ديالنا تيكون على هذا الشكل نقدموه بالصحه والراحه
وكنتمنى اللي عجبو الفيديو ديالي يدير ليا لايك ودير يدير ابوني وتشارك معنا في كيما قلت لكم في لافامي ديالنا باش تكبر ونزيدو بها القدام. يلا بسلام عليكم الوصفه الجايه ان شاء الله.